طاولة بها مزهرية مدمجة، منطاد بإطلالة على السماء، أو أثاث للحديقة يبدو وكأنه أثاث غرفة معيشة. بتينا بلابيك رئيسة تحرير صحيفة Living at Home، الحياة في المنزل، والتي سيكون موضوع عددها القادم حول أثاث الحدائق. أصبحت موضة أثاث الحدائق الجديدة مختلفة عن ذلك الأثاث الخفيف المألوف وسهل التنقل، ليصبح أقرب للأثاث المنجد الثقيل. وما شاهدناه في المعرض هو عبارة عن أثاث فاخر وثقيل، لكنه مصمم ليوضع في الحدائق. الموضة الدارجة هذا العام هي مواد التقنية العالية كأريكة المصممة الإسبانية باتريسيا أوركيولا، فبفضل حشوة التنجيد السميكة جداً أصبح بالإمكان الجلوس في الخارج. طور مصمم المفروشات الدنماركي كين لاين مادة اسمها تكست، وهي عبارة عن ألياف خاصة من البوليستر والتي تبدو للوهلة الأولى كالقطن. ينصح خبير أثاث الحدائق ميشيل فيت زبائنه بهذه المادة الجديدة. تكس هي مادة اصطناعية تقاوم عوامل الطقس، ويمكنها البقاء في الخارج طوال العام، وتحافظ على نضارة ألوانها وشكلها في الشتاء كما في الصيف. وحتى في الطقس السيء يمكن استخدام هذا الأثاث بعد فترة قصيرة. يوجد في الداخل نظام تصريف للماء يقوم بإخراج الماء عند تسربه إلى داخل الأثاث. إنه عبارة عن رغوة سريعة الجفاف ومضادة للبكتيريا. الإضاءة المناسبة أمر مهم ولا يجب تجاهله. هذان مصباحان خارجيان يعملان بالبطارية ولمدة تصل إلى 12 ساعة، ويمكن ترك هذه المصابيح في الخارج طوال الليل للاستمتاع بإضاءة رائعة وأجواء عملية ومريحة تشبه تلك الموجودة في غرفة المعيشة. تعتبر شركة ديدون واحدة من أهم شركات أثاث الحدائق الحديث منذ 20 عاماً. بتصميمها الحالي سيتي كامب يمكن تحويل غرفة النوم إلى الخارج. هذه السجادة توفر مزيداً من الراحة. شاهدت في المعرض ما هو مميز لشركة ديدون. عادة ما تكون ألوان المفروشات رمادية أو بيج أو بألوان أخرى كتلك الموجودة في الفنادق أو الشرفات. أما ألياف هذا الأثاث فلها ألوان متعددة وهي مشغولة بطرق مختلفة. لا تركز الشركة في مجموعة أثاثها دالة على اللون فحسب، بل تستخدم ألياف من مواد معادة التصنيع. أثاث الحدائق لعام 2012 عملي وذو ألوان زاهية، ويكاد لا يختلف عن الأثاث الداخلي.